أحب أختم بحوار مع أحد الإخوة، مع القديس باخوميوس. قال له قول لي منظر من المناظر اللي تراها عشان إحنا نستفيد منه. فالقديس قال له إن من كان مثلي خاطئا لا يعطى مناظر، ولكن إن شئت أن ترى منظرا بهيا يفيدك بالحق فإني أدلك عليه، وهو إذا رأيت إنسانا متواضعا بقلبه طاهرا فهذا أعظم من سائر المناظر، لأنك بواسطته تشاهد الله الذي لا يرى. فمن أفضل المناظر لا تسألني غير عن أبونا رفائيل، أبونا المتضع المنكر لذاته، المحب للكنيسة ويصلي من أجلها ليلا ونهارا، يصلي للناس بيستخدم الزيت، يقول المزامير، فحياته كلها صلاة. أبونا رفائيل هقتبس كول من أقواله اللي كلكم تسمعوا يقولها: الذي من الله يثبت والذي من الشيطان يزول. وهو ليه أقوال كثيرة جدا، يريد نجمعها تنفعنا في الرهبنة، لأن فعلا إحنا في العصر ده محتاجين رهبان زي أبونا رفائيل يسندوا الكنيسة بصلواتهم. وإن كان قلب الكنيسة قوي هتكون الكنيسة كلها قوية، وقلب الكنيسة هي الرهبنة. وكل سنة واتسك طيب واتسك أبونا رفائيل.